لعبة صابواي سيرفرز واحدة من الألعاب اللي مستحيل ما تكونش فيت لعبتها ولو مرة واحدة حتى لجوج في حياتك. هاد اللعبة كانت كتسرق الوقت بشكل ماشي عادي أو طبيعي، لا سيما من الأطفال والمراهقين، ولدرجة حتى من الإنسان البالغ دخلها لعندو التليفون ديالو واللي مرة كيلعبها، حيت هي واحد اللعبة اللي ما عندهاش تقريبا نهاية ومسلية في نفس الوقت وكلها مغامرات وغموض. اللي كيبقى في هذاك الشرطي البديل تابعك فين ما مشيتي تقريبا، حتى في الاخير كيشدك. كاين بعض النسخ اللي فيهم بزاف ديال المراحل وشخصيات مختلفه مغير الشخصيات التقليديه واللي معروفه، ولكن وحنا كنلعبوا في لحظه من اللحظات ضروري ما غنكونوا كنتسائلوا مع راسنا علاش داك الشرطي البديل ما كيقدرش يشد بطل اللعبه حتى كيتضرب مع شي عرابه او اللي كيموت، وداكشي علاش اليوم غادي نجاوبوا على هذا السؤال المحير وغنعرفوا القصه الحقيقيه والمؤلمه لهذه اللعبه. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك وتشاركوها مع اصحابكم. على بركه الله. كيدور اصل القصه على واحد الطفل صغير، وداك الطفل كانت عزيز عليه هواية الرسم بالبخاخ أو الرشاش. كان ديما كيرسم في الجدران والبيبان تقريبا في أي مكان عجبه، وكان خاوي وحط عليه العين ديالو، وهذا الشيء ما كانش كيعجب لا والديه ولا الناس. كان كيرسم للناس في ديورهم وفي سياراتهم، وهذا الشيء من طبيعة الحال كان كيخلق له مشاكل مع الأسرة ديالو. كان ديما كياكل العصا ديالو بالصح فاش كان كيحصل، ولكن داك الشيء كله ما كان كيبدل في تصرفاته والو. الولد في الأصل كانت عنده موهبة فنية اللي واعرة بزاف وزوينة، يعني الدري كان غيكون عنده مستقبل كبير في مجال الرسم. واحد النهار كان عيد الميلاد ديالو، وفي ذاك النهار نيت كان قاري النهار كله تقريبا، يعني العيد الميلاد ما غادي يكون حتى الليل. المهم مشى للمدرسة ديالو عادي، ومن بعد وهو كيشوف راسو غادي يدوز النهار كامل في المدرسة جاء الملل، وهو يقرر مع راسو يدير شي حاجة اللي مميزة في ذاك النهار، وما غيطيح ليه في باله غير يرسم في الحيوطة ديال المؤسسة. وفاش حصلوا المدير ديال المؤسسة ما كان عنده ما يدير غير يهرب ويتخبى. غيتوصل الأب ديالو بواحد المكالمة، وغتكون بطبيعة الحال من طرف مدير المؤسسة. هنا في الأب غادي يحس أن ولده دار شي كارثة في المدرسة، غيجاوب وغيهضر مع مدير المؤسسة وغيقول ليه أجي لعندنا المدرسة ودابا. وداكشي اللي كان الأب خلى كاع شغاله وش الطريق بسرعة باش يشوف شنو دار ولده المشاغب. وفاش غادي يوصل الأب نيشان غادي يديه المدير ويوريه شنو اللي دار ولده في جدران المؤسسة، وغادي يقول هادشي كله دار ولدك. غيبدا الأب يعتذر ويقول ليه أنا اللي غادي نخلص كاع الخسائر اللي دارها، لكن المدير غيوقفو وغيقول ليه بالعكس ولدك فنان والحيوط غنخليهم في حال هكا حيت الرسومات ديالو زوينين بزاف وفنيين وعجبوني. ولكن مدير المؤسسة غينبه الأب ديال الولد وغيقول ليه راه خاصك ضروري ترد البال لولدك، وفي نفس الوقت تلقى ليه شي حل باش ما يبقاش يرسم في اي مكان لقاه قدامه، حيت هذا الشيء يقدر يخلق ليك وليه مشاكل في المستقبل مع الناس. المهم غادي يدي الأب ولده من المدرسة، وهو في طريقه كيخمم ويدور كلام المدير في راسو على كيفاش يلقى حل لهذا الشيء، حتى في الاخير غادي يقتنع باللي ولده فنان وعنده موهبه حقيقيه وما خصهاش تضيع غير هكاك. وبالفعل غيدير واحد المستودع ديالو قديم وغير كان سادو، وغيقول ليه هاد المستودع كله ديالك رسم فيه براحتك ولدي. الدري فرح بزاف من سمع هذا الخبر، وغادي يبقى يجي ليه كل نهار تقريبا ويرسم فيه براحته، حتى لواحد النهار اللي كان فيه عيد ميلاده العاشر تقريبا غيكون الدري كيف عادته في المدرسه، وهو خارج غيدوز لمحطة القطار الأنفاق باش يرجع بحالو لدارهم، ولكن اللي غيوقع ليه كارثة حقيقية ومصيبة في ذاك النهار. غيمشي الأب لمحطة القطار وما غاديش يلقى ولدو، غيبدا يقلب عليه وما غيلقى والو. في هاد الوقيتة بالضبط الدري كان كيرسم في واحد القطار متوقف في محطة القطارات، بلي داك القطار غير واقف وما كيتحركش وموسخ، فقرر أنه يرسم عليه ويعطيه واحد الجمالية، ولكن ما كانش عارف مسكين اشنو اللي كان كيتسناه. وفي واحد اللحظه وهو كيرسم غيشوف واحد الشرطي غليظ جاي كيجري من بعيد لجيتو، ومع شافو الدري هرب كيجري بجهدو كامل وكيبكي حيت كان ميت من الخلع من داك الشرطي. الدري كان كيجري هارب في اتجاه القطارات في السكه ديالهم، الشرطي كان تابعو وكيقول ليه ما تخافش ما غادي ندير لك والو خايب غير وقف، ولكن الدري ما كانش كيسمع ليه حيت كان خايف بزاف.
وهو كيجري وكيشوف داك الشرطي من وراه، غيسمع الصوت ديال القطار جاي من قدامه واللي في الاخير غادي يضربو ويحولو الاشلاء. ومن بعد ما وقعت هاد الحادثه خبروا الاب ديالو. غادي تبقى هاد القصه من اكثر القصص المأساويه اللي كتعاود، حتى غادي يستوحيو منها اللعبه الشهيره سوبوي سيرفرز. داكشي علاش هي لعبه ما عمرك غادي تربح فيها او تحدى مهما جريتي ومهما بعدتي على داك الشرطي، وفي الاخير غادي تضرب مع شي عرابه ديال شي قطار وغادي تموت تماما فحال داك الدري مسكين. وكانت هذه هي القصه وراء صنع لعبه سوبوي سيرفرز. المهم الا كانوا كيعجبكم فحال هاد القصص كتبوها لي لتحت في التعاليق، وما تنساوش مره اخرى تشاركوا في القناة وتخليوا لينا شي لايك وتعليق زوين في حالكم، ونتلقاو في قصة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.